السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم واحد الملاقية سهلة بسيطة، ملاقية ثلاثية. كنتمنى ان هاد الملاقية هادي تنال اعجاب ديالكم. اول حاجة تنديروها تنتبتو يعني الخيط، فانا هنا عندي الخيط مبروم على 3 شعرات، ممكن تستعملوا على 4 شعرات يعني ماشي اشكال. فنرجعو ونضربو كذلك هنا في التوب. أتمنى هاد الملاقية هادي أنها تنال الإعجاب ديالكم، ملاقية سهلة. نرجعو هنايا يعني نخدمو 3 الغريزات. الغرزة الأولى، تذكروا أن احنا ترجعو الخيط بهاد الإتجاه. الغرزة الثانية، هنا نديرو الغرزة الثالثة، نثبتوهم هنا. عندنا 3 الغريزات، كل واحد هنا وكيفاش تيبدأ هاد الغريزات هادو. انا تنفضل الطريقه تجيني يعني سهله كيلاش نعقدوا الامور. فنرجعوا لهاد الغريزه هذه، خدموها واحد، نرجعوا الغريزه الثانيه حتى هي نخدموها. تنعتذر منكم على الصوت ديالي لانني مريضه صراحه. فنرجعوا كذلك نخدموا هنا، نخليو هاد الغريزه هذه ما نقربوش لها، نخليوها. نرجعو نخدمو هادي، ونرجعو هنا خدمت جوج، نضربو في التوب، وغنرجع كذلك نخدمهم مرة أخرى. يعني واحد واحد اثنان، هنا خدمنا الغرزة الثانية. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا عندي واحد اثنان ثلاثة، عندي 3 ضربات في التوب. فغنرجع مباشرة ونخدم حتى هنا في التوب. دائما حنا غادي نبقاو نحسبو هذوك 3 الغريزات اللي عندنا في التوب. هنا ما تزيروش الخيط، خليه بلاصة ديال الغرزة. هي هي هادي اللي غادي نخدمها انا دابا. هنا ولات عندي غريزة، وغنرجع لهاد الغريزة هادي وغادي نخدمها حتى هي. ودائما كنخليو هذيك الغرزة الثالثة، التالتة اللي هنا ما نخدمهاش. انا رجع ندور الخيط في هذا الاتجاه، وغنرجع نخدم هاد الغريزتين. خدمة سهلة، ويعني كاينين بزاف ديال الفيديوهات فيهم هاد الخدمة، ولكن انا بغيت يعني نخدمها بالطريقة ديالي. فنرجعو هنا ونضربو كذلك في التوب، ونرجعو نخدمو هاد الغريزة هادي، وكذلك نخدمو هذه اللي جات في الراس. كما قلت لكم دائما حسبوا غير الضربات اللي عندكم في التوب. ندوروا الخيط في هذا الاتجاه، ها هو الخيط، ان هذه غرزه ماشي حبكه، الحبكه كتكون عكس ديال الغرزه. فنرجعوا نخدمو هنا في هذه، وغادي نخدم كذلك هنا في التوب بهذا الشكل هذا، ونرجع نخدم هذه واحد اثنان. كما قلت لكم انا هنا برمت الخيط على 3 شعرات، فغنرجع هنا. لاحظوا ان عيننا ميزاننا هنا في هذه العباره، هذا خاصة تكون متقابله معاها وتكون عندكم نفس المسافه، يعني ما تبعدوش بزاف. وهنا كما قلت لكم خليوا هذه البلاصه مرخوفه باش تخليوا البلاصه ديال هذه الغريزه. ورجعوا خدموا كذلك، نخدموا هذه. ودائما الثالثه ما تنخدموهاش، الثالثه ما تنخدموهاش. انا رجعوا نخدموا هذه، وغانا رجعوا نخدموا اللي حداها. هاد اللي حداها، وكذلك نضربوا في التوب نفس الطريقه كما قلت لكم، ابقاو غاديين خدامين بيها. هنا عندنا جوج ديال الضربات. اللي بغات هاد الملاقيه هادي حتى هي وضعت ليها يعني الفيديو ديالها. هاد ملاقيه السلسول، ملاقيه سهله. غادي نحاول انني ان شاء الله يعني نتذكر انني نوضعها في صندوق الوصف. هاد ملاقيه السلسول،
وهذه انا غادي نكملها كيما قلت لكم، بقاو غاديين. فهنا هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعه. دائما كيما قلت لكم ثلاثه تغريزات تيكونوا في التوب، ثلاثه من هذه الجهه وثلاثه من هذه الجهه. ثم غادي تحسبوا غير بهذه الطريقه، هذه هي طريقه سهله وبسيطه. وكذلك خليو هنا غريزه ما تنساوهاش. ما تنساوش كذلك الضغط على زر الاعجاب والمشاركه الفيديو باش كلشي يستافد، كلشي يتعلم. هذا هو الهدف ديال القناه ديالنا الاساسي. وشكرا على المتابعه.